مرحبا، يعطيكم العافية. أنا رند. اليوم الفيديو رح تكون فكرته شوي مختلفة، وحكوا لي إذا رح تحبوا الفكرة ولا لا. اليوم بدي أحكي لكم عن اقتباسات أو مقولات أنا بحبها ودائما براسي، لأنه بتعني لي كتير وبحس تأثيرها على حياتي كتير، أو بحتاجها كتير، بحتاج إني دائما أذكر حالي فيها. رح أحكي لكم إياها ورح أحكي لكم كل واحدة ليش هي مهمة لإلي وشو بتعني لي أو ليش أنا أصلا بحبها. إذا بتحبوا هذا النوع من الفيديوهات حكوا لي عشان كل فترة أعملكم إذا بتتغير المقولات. فعشان ما أطول عليكم خلينا نبلش بالمقولات اللي أنا بحبها. أول مقولة أنا كتير بحبها هي مقولة جدا بحبها، وهي المقولة اللي نعمل فيها واحد من كتبي المفضلة اللي حكيت لكم عنه قبل، هو كتاب Daring Greatly لبريني براون، موجود هون. هذا الكتاب انكتب على أساس هاي المقولة لثيودور روزفلت. رح أقرأ لكم المقولة، هي شوي طويلة بس هي كتير مهمة وبتعني كتير. على فكرة أنا قلت لكم إنه هذا الكتاب يمكن كان سبب من الأسباب اللي أنا بديت فيها القناة على تبعتي على اليوتيوب. والمقولة هي هاي، حكى لي إياها صديق مرة كنت بحكي له إنه أنا مترددة وخايفة بموضوع اليوتيوب، حكى لي عن هاي المقولة وحكى لي عن الكتاب فجبت الكتاب. هي المقولة شوي طويلة، حكي لكم إياها بالإنجليزي أول، حقرأ لكم إياها وبعدين حترجم لكم إياها وأحكي لكم ليش أنا بحبها بالعربي، حكي لكم إياها بأسلوبي يعني. المقولة اسمها The Man in the Arena، مشهورة The Man in the Arena quote. أوكي، فهي بتقول It's not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles. Or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust, sweat, and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. كتير قوية. ما تأخذ النقد من أي حدا، لا تأخذ النقد من الناس اللي قاعدة ما عم تعمل ولا إشي ومكتفة إيديها بس، وقاعدة بتتفرج على الناس اللي قاعدة عم تعمل إشي وعم تنتقد كل إشي هم عم بيعملوه. ما تأخذ النقد من هذا الناس، خذ النقد من الناس اللي زيك، زي ما أنت قاعد عم بتفوت بالأرينة تبعت الحياة، أنت فايت هيك ملغوص بالحياة وعم تعمل أشياء. ما تأخذ المقولة من الناس اللي قاعدة ما عم تعمل إشي وبس عم بتنظر على الناس. لازم تأخذ النقد أو تأخذ الرأي من الناس اللي زيك، اللي عم تعمل إشي بحياتها واللي عم تنجز إشي بحياتها، اللي زيك، اللي على الأقل إذا جربوا ممكن ينجحوا ورح يعرفوا طعم النصر ومعنى النصر والنجاح، وإذا ما نجحوا على الأقل حيكونوا ما نجحوا وهم شجعان، وهم اللي هم كان عندهم الشجاعة والجرأة انهم يعملوا اشي وانهم يقدموا على اشي اصلا. اما الناس اللي بس قاعدة وما عم تعمل اشي وبس عم تنتقد الناس وعم بتحط كمان سيئة للناس على السوشيال ميديا وهم ما عم يعملوا اشي بحياتهم، لا بيعرفوا طعم نجاح ولا بيعرفوا طعم نصر ولا بيعرفوا طعم التحديات ولا بيعرفوا طعم الفشل ولا بيعرفوا طعم الشجاعة ولا بيعرفوا طعم الجرأة، هدول ليش بدنا نهتم برأيهم اصلا؟ فالواحد لازم دائما يتذكر هاي الشغلة، لما يتذكر رأي مين يسمع وكلمة مين يسمع بالناس اللي بتحكي له رأيهم. كتير بحب هاي المقولة، فهاي أول مقولة وأهم مقولة ودائما بتذكرها. المقولة الثانية هي مش مقولة، هي مقولتين أنا شاركتهم مرة على الإنستغرام لأنه كمان بحسهم كتير مهمين. أول واحدة هي مقولة لويل سميث وبتقول Be able at any moment to sacrifice what you are for what you will become. الثانية كمان بتشبهها عشان هيك أنا حطيتهم مع بعض، دائما بذكر حالي فيهم، اللي هي Your new life is going to cost you your old one. حتى حطيتها باك جراوند عندي على اللابتوب عشان دائما أذكرها، يعني حياتك الجديدة حتكلفك حياتك القديمة، أنت ما حتوصل لنتائج جديدة ولا نتائج مختلفة ولا نتائج مميزة وانت لساتك بالحياة القديمة هاي. عشان توصل للحياة الجديدة لازم تستغني وتترك حياتك القديمة. اذا بدك توصل لمكان غير اللي انت فيه واحسن من اللي انت فيه، بدك تترك المكان اللي انت فيه، اللي تحت، اللي اقل، اللي مش ضابط، اللي ما عم يخدمك. دائما احنا بنكون بدنا نوصل لنتائج بس متمسكين كتير بدائرة الراحة تبعتنا ومفكرين خلص هون احنا بدنا نضل، بس متوقعين انه نوصل لنتائج، بس لا، لازم نترك حياتنا اللي احنا هلا فيها عشان نوصل للحياة الاحسن او نطور حالنا. ومقولة ويل سميث، انت بدك تضحي بمين انت هلا عشان الشخص اللي انت بدك تصيره بالمستقبل، فحتضحي بنفسك وبحياتك الحاليه عشان الحياه اللي انت بدك توصلها والشخص اللي انت بدك تصيره بالمستقبل. بحسهم كتير صح، بحس انه لما نكون هيك غرقانين بدائره الراحه تبعتنا ومفكرين انه احنا حنضل مكاننا بس بنفس الوقت ما بعرف كيف رح نوصل لمكان كتير احسن، لمكان كتير اعلى، بس ما بدنا نستغني عن اي شيء موجود هلا بحياتنا. مثلا ما بدنا نستغني عن وقت الفراغ، ما بدنا نستغني عن الراحه، ما بدنا نستغني عن الكسل، ما بدنا نستغني عن اي شيء مريح بالنسبه لنا عشان نوصل لمكان ثاني. لازم نتذكر هاي المقولات لانه ما بيزبط. اذا بدنا نوصل لمكان ثاني واحسن لازم نستغني عن الشيء اللي احنا فيه، ولازم نستغني عن هويتنا اللي مخليتنا بهذا المكان اللي احنا مش عاجبنا، اللي احنا بدنا احسن منه وبنسعى لاحسن منه.
المقولة الثالثة كمان كتير بحبها وهي يمكن إلها علاقة بالمقولة الأولى تبعت مان إن ذا أرينا. هالمقولة ما بعرف لمين، ما قدرت أجيب مين جذورها مين حكيها بالضبط. في حدا بيحكي وارن بافيت، وفي ناس بتحكي بودا، وفي ناس بتحكي ولا هذا ولا هذا، فأنا حاعتبر إنه لا هذا ولا هذا ورح أحكي لكم إياها. أوكي، المقولة بتقول you will continue to suffer if you have an emotional reaction to everything that is said to you. True power is sitting back and observing things with logic. True power is restraint. If words control you, that means everyone else can control you. Breathe and allow things to pass. ترجمتها، لأني كانت بترجمتها كنت مرة على الإنستغرام، ستستمر معاناتك إذا كانت لديك انفعالات عاطفية على كل كلمة تقال لك. ضبط النفس وتقييم الأمور منطقيا هما القوة الحقيقية. إذا كنت تحت سيطرة الكلمة فأنت تحت سيطرة كل شيء وأي شيء. تنفس ودع الكلمات تمر. هالمقولة بتحكي كيف إنه إحنا رح نضل نعاني طول ما إحنا بنعطي لكلام الناس ورأي الناس فينا حجم أكبر من حجمه، وإذا هنخلي كل كلمة صغيرة تأثر فينا عمرنا ما رح نوصل لمكان وحنضل إحنا منعاني. إحنا لازم يكون عنا ضبط نفس أكتر، ولازم يكون عنا قوة أكتر وثقة بنفسنا أكتر. ما نخلي الكلمة أي كلمة بالذات إنه تمرق لنا أكتر، لأنه إذا الكلمة بتسيطر علينا كل حدا حيصير يسيطر علينا، حتصير حياتنا بإيد الناس. تعرف كيف بقولوا إنه ما تخلي حدا يرسم لك طريق حياتك؟ يعني تقريبا نفس الإشي. إذا كلمة أي حدا حتأثر فيي معناها أي حدا حيأثر فيي، وحيصيروا هم اللي عم يشكلوا حياتي زي ما هم بدهم. فأنا لازم يكون عندي القوة نابعة مني أنا، وقوة تكون نابعة من ضبط النفس اللي عندي، ومن إني أنا أكون أقيم الأمور منطقيا أنا بحياتي بدون ما كل كلمة من الناس تكون هي لها تأثير كتير كبير إلي. المقولة الرابعة اللي رح أحكي لكم عنها هي you don't need to be perfect to inspire others. Let people get inspired by how you deal with your imperfection. معناها إنك أنت مش بحاجة إنك تكون كامل ومثالي عشان تلهم الناس، بالعكس خلي يكون مصدر إلهامك للناس إنك أنت حقيقي، إنك أنت غير كامل وغير مثالي. بحس هاي الشغلة بالذات إحنا بالسوشيال ميديا دائما بنحس إنه لازم نطلع أحسن إشي، لازم نكون أحسن إشي، وبنقسى على حالنا، ومرات ما بنحكي الأشياء الصعوبات اللي إحنا بنمرق فيها أو التحديات أو أي إشي مش صورته وردية هيك، لأنه بنحس إنه لازم نكون بيرفكت عشان الناس عن جد يكون بدهم يحضرونا أو بدهم يسمعونا أو بدهم يثقوا فينا. بس أنا بحس بالعكس، إحنا لما نشوف ناس بتشبهنا زينا عندهم عدم كماليات، كل حدا فينا بمرق بتحديات وصعوبات بحياته، فلما نلاقي ناس زينا بتمرق بتحديات زينا بصعوبات زينا بتغلبوا بأمور معينة زينا، في صعوبات بحياتهم، حياتهم مش كاملة فيها تحت وفيها فوق، بشاركونا بهاي الأشياء مرات أو بعبروا عنها بطريقة معينة، بالعكس إحنا بنحس إنهم بيشبهونا أكتر ومنحبهم أكتر، لأنه منلاقي حالنا فيهم أكتر من الناس اللي دائما ورديين ودائما كل إشي عندهم كامل ودائما تجاربهم مثالية ودائما هم يعني 10 على 10. الناس لما تشوفك أنت عم تتعامل مع هاي التحديات والصعوبات وعم بتشاركها وعم تحكي عنها بكل صراحة وبكل كل شفافية، بتحسك أقرب لإلها، وبتحس إنه بتصير بالعكس تتعلق فيك أكتر، وبتصير أنت تلهمهم لأنك أنت بتشبههم، أنت مش إشي فوق كتير ما حيقدروا يوصلوا له أبدا أو يحسوا إف حتكئبهم. بالعكس لما تكون حقيقي وأنت حقيقي معناها إنك أنت غير مثالي أبدا أبدا وبعيد جدا من المثالية، رح تكون أكثر إلهاما للناس لأنه رح تكون تشبههم أكثر بكل بساطة. المقولة الأخيرة اللي هي أنا ما كنت أعرف إنها لجيم رون، بس apparently هي لجيم رون، اللي هي there are two types of pain you will go through in your life: the pain of discipline and the pain of regret. Discipline weighs ounces while regret weighs tons. كيف بالقرآن عندنا وخلقنا الإنسان في كبد. بحس إنه دائما إحنا الإنسان مش مخلوق عشان يرتاح، دائما إحنا مخلوقين عشان نكون تعبانين في نوع تعب معين أو في ألم معين بحياتنا، عمرنا ما حنكون مرتاحين. حتى لما إحنا نكون نفكر حالنا مرتاحين وبدائرة الراحة تبعتنا، إحنا بيكون في نوع ألم إحنا عايشينه بس إحنا مش مستوعبين، اللي هو ألم إنه إحنا ندمانين على الأشياء اللي إحنا ما عملناها. فأنت عندك الخيار كشخص إنك تختار هذا الندم اللي أنت تضلك بدائرة الراحة تبعتك وما تعمل إشي. شعور الندم بعدين حيجيك إنه أنا ما عملت إشي وعمري ضاع وتندم على الأشياء اللي ما عملتها، أو من بدك شعور الديسيبلين، شعور الانضباط وشعور الالتزام وشعور ضبط النفس، اللي هو انك انت تتعب، انك انت تعمل اشي، انك انت تخرج عن دائرة الراحة. فيها ألم، اكيد فيها ألم، فانت بدك تختار يا اما ألم الشغل والانضباط والالتزام وانك تتعب حالك وتطور حالك، او ألم الندم بعدين انك انت ما عملت اشي وانك انت عمرك هيك عم يمرق. بيحكي جمران انه حجم الألم اللي بيجي من وراء الندم كتير اكبر من حجم الألم اللي بيجي من وراء الالتزام والضبط النفس والإرادة والشغل، وأن الواحد يعمل أشياء صعبة ويتحدى نفسه. هاي هي 5 اقتباسات أو مقولات اللي كنت أحكي لكم عنها اللي أنا بحبها ودائما بحاول أذكر حالي فيها ودائما موجودة ببالي. احكوا لي إذا حبيتوهم وأي واحدة عجبتكم فيهم أكتر إشي، واحكوا لي إذا أنتم عندكم مقولات معينة أو اقتباسات معينة دائما ببالكم وبتعيشوا وأنتم دائما حاطينها ببالكم أو بتذكروا حالكم فيها كل يوم. إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا له لايك عشان أعرف إنكم تحبيتوه، واعملوا له شير مع أي حدا ممكن يستفيد منه أو يلاقيه إنترستينج، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وبشوفكم المرة الجاي. باي.